يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يدعو بقوله اللهم إني أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يقول هذا، أسألك بحبك لمحمد، هذا لا علاقة للسائل فيه، لا علاقة للسائل فيه، وإنما يقول أسألك بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عملك، محبتك لرسول الله أو محبتك لله، هذا عملك تتوسل به إلى الله. نعم، أما أن تطلب بعمل غيرك لا. نعم.